للأسف لقد استغل حكام طهران التعدد المذهبي في الدول العربية والإسلامية لإثارة النعارات. كيف استغل حكام طهران التعدد المذهبي لضرب الأمن القومي العربي؟ جعل الشيعة العرب وقوداً لمشروعها، مشروع إيران الخبيث في المنطقة. وهل تحمي إيران الطائفة الشيعية فعلاً أم تستخدمها كوقود لمشروعها التوسعي؟ هل تعتقد أن هناك فتنة سنية شيعية في المنطقة؟ وماذا عن ادعاءات الحرس الثوري بدور إيران في إعمار سوريا؟ تروج المكنة الإعلامية للحرس الثوري الإيراني معلومات عن دور إيران، عن دور إيراني كبير يعني في إعادة إعمار سوريا. مع الدكتور السيد حمد الحسيني أمين عام المجلس الإسلامي العربي، لقاء خاص على أورينت نيوز في الأوقات التالية.